السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا في قناة بانوراما للأعمال الخشبية ومقطع جديد إن شاء الله نقدمه لكم. معنا ركنة كلاسيك، الركنة معمولة لون كحلي والتكيات سكري أو فايت. زي ما حضراتكم شايفين كده الركنة زاويتين وثلاث كنبات، كنبة في النص بين الزاويتين وكنبة شمال وكنبة يمين. الركنة زي ما حضراتكم شايفين كده منتهى البساطة والهدوء. كمان خدنا الترابيزة برضو نفس لون التكيات علشان يبقى شكلها برضو مميز وحلو. ما شاء الله الركنة جميلة جدا، وأجمل ما فيها البساطة. يعني اللون الكحلي طبعا هادي ولون جميل. طبعا القماش عاملينه اللي هو الاسطنبولي أو اللي هو الجلد المقلوب طبعا، واليد عملناها دوران بشكل مختلف برضو عن اللي متعودين عليه. طبعا هو اللي بيشوف القماش بيقول ان هو مطرب، لكن هو الجلد المقلوب كده بيدي ضي، يعني لما حتى بتمشي عليه ايدك بيقلب. يعني طبعا هو في موجة وتشبيحة زي ما حضراتكم شايفين كده. جميل، شايفين كثافة الاسفنج يا جماعة، كثافة 40 ممتازة جدا. مجرد ما بتضغط على الاسفنج بيرد معاك تاني. تشبيحتها هادية وجميلة، وده التكيات برضو فيها مشبح ما هي السادة. الركنة هدوءها وجمالها بدي لها شياكة، يعني الشياكة ان هي بسيطة ما فيش فيها بهرجة كتير. ده طبعا حسب طلب الزبون. برضو من اجمل الالوان اللون الكحلي ده، من اجمل الالوان. طبعا احنا اضطرينا بقى نعمل الترابيزة كمان زي لون المخدات علشان برضو تمشي نفس اللون وبقى فيه برضو تناسق. يعني طبعا هي مدهونة دوكو برضو فرن، الدوكو ما بيغيرش. زي ما انتم شايفين كده الركنة محبوكة على المكان، مفيش فيها اي زيادات، مفيش فيها فواصل. جميلة جدا. طبعا المنجد ان شاء الله سيب لكم رقمه في التعليقات، كاتب لكم رقمه ان شاء الله في التعليقات برضو عشان اللي عايز يتصل بيه ولا شيء. هو هشام المنصورة، هشام محمد، وله محل في المنصورة. لو حد محتاج له يعمل له شغل ولا حاجة هنسيب لكم التعليقات في رقم التليفون بتاعه في التعليقات. الركنة ما شاء الله جميلة جدا، وكثافة 40 زي ما قلت لحضراتكم. طبعا احنا مش عارفين نتكلم في اسعار، انا نفسي اتكلم في اسعار بس طبعا الاسعار طالعة ونازلة والخشب مولع ومش عارفين نثبت اي سعر. يعني النهاردة ممكن نقول لك سعر دلوقتي، بكرة تلاقي سعر تاني للأسف يعني. فان شاء الله يبقى نعمل فيديو تاني ومنفصل عن الاسعار ان شاء الله، ومنتظر تعليقكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.